سلام، مرحبا بكم الناس الكل في برنامجكم الجديد فوت مونديال مع أمين. البرنامج يضمن آخر الأخبار الرياضية خاصة كرة القدم، بالإضافة إلى أهم المباريات المحلية والأوروبية. ونبدأ بالبطولة التونسية اللي ترجع بعد غياب دام 15 يوم. الجولة الرابعة باش تلعب بالسبت والأحد 9 و10 سبتمبر، وهذه هي البرمجة متاع الماتشوات والنقل التلفزي. النادي الإفريقي يمثل تونس في دور الدانون بالولايات المتحدة الأمريكية من 21 إلى 24 سبتمبر. أخبار الميركاتو، ومادام كنا نحكيو على الإفريقي وشبان النادي، ريان السبيعي لاعب النخبة صاحب 20 عام يتعاقد مع ليغانيز الإسباني. في أخبار آخر، محمد علي منصر يتعاقد مع الاتحاد الإسكندري على سبيل الإعارة من الترشي، وهبي الخزري يختار رقم 8 مع نادي الجديد رين. فريق تونسي كبير مهتم خدمات أنيس بن حتيرة، هل يخوض أنيس تجربة في البطولة التونسية؟ في ليك أن بي إس جي ربحت ميتس خارج ملعبه 5-1. الأهداف: كافاني هدفين، نيمار هدف، لوكاس مورا هدف، والوافد الجديد مبابي هدف. أهم المباريات الأوروبية هذا الأسبوع: نيس موناكو، البريمير ليج، ليغا. شكرا على المتابعة، أول حلقة أول تجربة، من حسن إلى أحسن إن شاء الله. نتقابلنا لحد، أي بسلامة.